جميعا محاطين بالناس، لأن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش في معزل دون عن البشر. ولكن في هذا المحيط الذي تعيش فيه، كما يوجد الصالحين يوجد الطالحين، وليس الطالحين العاديين، مجموعة من الأشخاص تحمل صفات إذا وجدتها لديهم يجب الابتعاد عنهم وفورا، لأنها تعتبر من الأمراض الميؤوس منها، شيء في الدم لا يمكن تغييره. النقطة الأولى اللي هي الكذاب، الكذاب الذي دائما وأبدا وهو يستمر في الكذب وتخليق القصص والأعذار، واللي بتعيش معاه دائما وأبدا في ريبة وفي شك، يعني بشكل مستمر. النقطة الثانية اللي هو الحسود، الذي يقوم بحسدك على أتفه الأشياء، حتى إذا نزلت ستوري على الفيسبوك فهو بيحسدك فيه، حتى إذا شافك لابس جاي بيحسدك فيه، ودائما وأبدا هذا النوع بيلعب على أنه يقوم بإحباطك وتفسيد مزاجك تعكيره، لا يشعر بالراحة إلا إذا عمل هذا الشيء. النقطة الثانية اللي هو الشخص أيضا الشكاك، اللي دائما وأبدا تعيش معاه في نقطة أو دائرة مغلقة من الشك، تحتاج أنك أنت تقوم بالتبرير مرارا وتكرارا على أتفه الأشياء. لما لم ترد على الهاتف؟ لما رأيت مكالمتي أو رسالتي وما قمتش بالرد عليه؟ ممكن تكون أنت نايم، ممكن بتكون أنت أصلا في وضع لا يسمح لك بعمل أي شيء، فمباشرة أول ما بيلاقيك بيهجم عليك بهذيك اللي هي الاتهامات. أيضا البخيل، البخيل من أسوأ الصفات المدمومة اللي بتكون في المؤمن وفي الإنسان عامة، لأن البخيل سيخذلك دائما في كل شيء، راح يكون بخيل معك، ليس فقط في المال، في التعامل، في حتى الكلمة الجميلة راح يستكترها عليك. كثير الشكوى اللي دائما وأبدا وأنت بتعيش معاه يروح يعني بيشتكي 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 على كل شيء، وبيسود الدنيا في وجهك، بيسودها بشكل مظلم، يعني إنسان سودوي. الإنسان الغضوب أيضا اللي هو دائما وأبدا بتعيش معه تحت ضغط وتحت ستريس، هذا يجب الابتعاد عليه بشكل نهائي، لأنه راح بالإضافة إلى الأمراض اللي راح تصيبك منه، إنه هو راح يسود لك حياتك وراح يخليك تتمنى الموت يعني 1000 مرة في اليوم. أيضا متقلب المزاج اللي الآن خلال 5 دقائق هذه بيكون جو جميل، بعد دقائق بيدخل إلى الحمام وبيخرج بيعكر لك مزاجك. الشخص اللي وظيفته في الحياة هي إفساد عليك حياتك بالكامل، هذا ما يعرف أيضا الناس مش عارفاته، يعرف بمصاص الطاقة، يوجد عدة دورات في اليوتيوب، هذه مجموعة من البشر تحمل هذه الصفة، أن هي تتغذى على طاقة الآخرين بدون أن هي تعلم. فأرجو أنك أنت تشوفها أيضا، في أكثر من دكتورة عملتها طبعا على اليوتيوب، ممكن تأخذ عليها فكرة. كان هذا هو الموضوع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي.